غيره بتريد شيء استاذ؟ لا ابدا سلامتك. وشلون بتريد الحمص؟ حمص بلحمه ولا ساده على وشه زيت؟ لا لا هاد ولا هاد. يا ريت تعجنون لي الحمص بالزيت والكمون. على عين. حاضر. ليش معجون بالكمون؟ مو الفرحون موزي، الفرحون المرحوم فوزي كان يكبه بحمون؟ يحبه بكمون؟ مبلا. وانا بدي اعمل مثله، لانه فعلا هالزلمه كان يعرف طعم التم منيح. ايه ايه فريده لا تستغربي، والانسان يعني لازم يخلص لذكريات صغيره للمراحيم، بقى شلون اذا كان المرحوم شريكه؟ شريك مين؟ شريكي السابق فيكي. ايه الله يرحمك يا فوزي ويحسن اليك. مرحبا فريده. اهلين نعيم. ليش تاخرت كل هالقد؟ شو هاد اللي جايبه بايدك؟ مفاجاه. شو هي؟ احذري لتكون جايب الصوره اللي عجبتني بالمعرض للؤي كيالي. لا مو للؤي كيالي، لناظم الجعفري. ولا ناظم الجعفري، لكن صوره الطوفان لخزيمة علواني. لا ستي كمان ما حذرتي. طب استنى استنى، لا تقلي يا سيدي انت اشتريت صوره الفوتوغرافيه لدمشق القديمه تبع قطيبه شهابي. هلا رح تعدي لي رسامين البلد كلياتهم؟ طيب عجزت لمين يا ستي؟ هالصوره للفرحوم موزي. الفرحوم المرحوم فوزي. المهم مرقت على المصور يلي كان يتصور عنده جوزك المرحوم، وقلت له يكبر لي صوره تكون واضحه له وفاء منا لذكراه. شو رح تعمل؟ بدي اعلقها محل صورتي. محل صورتك؟ ليش صورتي؟ انا عالطالعه والنازله بتشوفيني، وشخصي كمان. اما هو المسكين ما بتشوفيه منو، صارت عظامه مكاحل تحت البلاطه، ساكن جوا القبر ساكن. والله ما اكون محله بستوحش انا. ها روح عنا يا تعال. شوفي لي اياها قعد بالنص مايل. لا مو مايل، نزيل. ماشي الحال. شوفي فريده، ما بدي احلف يمين، بس هالصوره هي ما بتنشال من صدر الصالون. حلو الوفاء للمراحيم، حلو. لا تقولي شوفي ما احلاها. لك شوفي